أحمد زايد، اسم قد لا يعرفه الكثيرون من عشاق القلعة الحمراء ونجوم كرة القدم المصرية في القرن الحادي والعشرين، رغم أنه واحد من أهم المواهب في تاريخ الكرة المصرية وأحد أبرز مواليد منطقة الجزاء. عرف الكابتن أحمد زايد ببشرته السمراء الداكنة، ونتيجة لذلك كان البعض يلقبه ببيليه الكرة المصرية، السهم الأسود الذي يخترق الدفاعات بمهاراته وسرعته وانطلاقاته المميزة في الجبهة اليسرى. أحمد زايد نجم النادي الأهلي، نبحر عبر الزمن، نتحدث عن الذكريات. اتولدت في منطقة حدائق القبة، في حتة كان جزء من حدائق القبة اسمها مشيت الصد. كنا مجموعة أطفال كبار يعني غلمان يعني، كنا بنحب الكورة وكنا بنلعب فرق مع بعضينا من الأماكن المجاورة، وكان الناس بتيجي تتفرج علينا وتشجعنا، لدرجة إن في ناس نبهونا يعني بمستقبل في لعب الكورة. كنا بنلعب في الشارع يعني، وكان ناس بتبيع وقتها تقعد تتفرج علينا. أنا كنت ألعب كرة شراف، كنت ماهر فيها يعني، كنت في مدرسة أولي، وبعدين كان نظر المدرسة ده كان يعني مهتم بينا، لأن كنا يعني شطار شوية في المدرسة، فاضطر إني يكلم كلو ابن خالته سكرتير في مدرسة ابتدائي، فكلموا علينا. هو قبل ما يكلموا علينا كان بقى جاب مدرس إنجليزي كان، وكان المدرس اللي ده يدينا دروس إنجليزية، كنا حوالي 7 أنفار بس كنا شطار يعني أو في المدرسة. فقدمنا في مدرسة اسمها الأدب والفاروق في زيتون، فأول ما رحنا قدمونا، امتحنا في مواد سنة ثالثة فنجحنا فيها، قعدنا سنة وبعدين أخذنا الابتدائية. أول ما أخذت الابتدائية بقى فبقينا في حيرة في الحتة دي، الواحد يرسم طريقه على أساس إني يعني كنت أنا بقى إيه في وزارة الصحة، كان في عبد المنعم البقال، كنت أنا رحت الزمالك في الأجبال، وبعدين خدونا ودونا وزارة الصحة، كنا نلعب دوري الوزارات، فكان يعني ياخدك يعينك زي العمالة المؤقتة دي، احنا ما كناش بنروح لشغل ولا حاجة. عبد البقال ده خد وزارة الصحة، راح يبيع في رومانيا باسم مصر، كانوا في لبنان، وبعدين هو لبنان سمع ان في دورات شباب بتتعمل، كان الدول الشيوعية بتعمل الحاجات دي في رومانيا، راح واخد بعضه طالع من لبنان على بوخارست، وراح لعب دورة الشباب هناك باسم مصر. عمي عبالجا كان راجل خطير، وخدنا شغلنا في وزارة الصحة، وخلانا نلعب يعني وانا طالب في الفريق الابيض، خدني انا برضو مجموعة لعيبة برضو نلعب باسم وزارة الصحة، وكل شهر رحنا نقبض من وزارة الصحة دي 6 جنيه، يعني جنيه ساعتها. لو تحضر التمارين والماتشات كان يطلع لك بتاع حوالي 14 جنيه، 14 جنيه، والمكسب كان الأول 2 جنيه عملوا 3 جنيه، التعادل تاخد جنيه، تخسر ما تاخدش حاجة. كان الناس بيشوفونا بنلعب، فكان في واحد اسمه محمد زكار كان صاحب مقهى، فكان يعني راجل شيك شوية هو،
ولهم عارف، فاتكلم عليا قال لهم ان احمد ده لعيب كويس واحنا عاوزين نقدم له في نادي. فكان في واحد اسمه مصطفى توتا، ده كان ضابط في الجيش وكان عضو في نادي الزمالك، اتكلم عليا، هو كان في المنطقه عندنا، فكلم عليا فرحت الزمالك فخدوني ولعبت اشبيات في الزمالك. قعدت استمريت من سنة 50 لحد 52. كنت أنا بقى إيه، خدت الابتدائية وقدمت في مدرسة التجارة. جت مدرسة التجارة كانوا في بداية البتاع، كنت أنا يعني سني حوالي 16 17 سنة، سنة أولى، وجم قالوا إني بيكونوا فريق كورة. فأنا قلت لهم طيب إذا كان بتعملوا فريق كورة يعني في الفصل مع إحنا التلامذة بنتكلم مع بعضين، في ناس قديمة موجودة في الفرق. فقلت لهم إن أنا يعني بلعب كورة وعاوز ألعب معاكم. هم سخروا مني يعني شوية كده، لأني كنت لسه يعني طري شوية. بس فقالوا لي طيب، جم يوم الاختبارات بتاعت الكورة لعبت معاهم. فالراجل المشرف بتاع الكورة قال أحمد ده لعيب كويس صغير، بكرة هيشد حيله يبقى كويس. بس فتاني لعبت في المدرسة، بقيت إيه شد شوية لحد ما بقيت إيه أحسن لعيب في إيه، لأن كان واخدان الرهبة في الأول. فبقيت إيه يعني لاعب كويس في المدرسة، والمدرسة كان عبارة عن هي في ميدان الظاهر، وكان فيها حوش ملعب كبير جدا موجود ملعب كورة. وبعدين كنا لما نلعب فكان بقى في البلكونات والبتاع، وكان ناس، وكان أنا على شكل لوني كنت ببقى مميز عن بقية اللاعبين، وكان فيها لمسة مهارة يعني، إن لعبت كرة شراب كتير، فكنت في الترقيص يعني ما فيش يعني، كنت بفوت من اي حد. جت بقى الفترة بتاعت مدرسة التجارة دي، جم قالوا ان في دورة مدارس للفرقة، هتروح اعملوا منتخب مصر روح سوريا. كل مدرسة كان بترتب عدد من اللاعبين، فاختارت خمسة كنت انا من ضمنهم، وبعتونا لل يعني وزارة المعارف في ارض المعلمين دي، كان جنب النادي الاهلي، كان في ملعب هناك مطرح المستشفى يعني، دلوقتي بنى مطرح المستشفى. فروحت انا وزمايلي الخمسه هناك، ورحنا قدمنا اسامينا مدرسه التجاره فلان وفلان وفلان وفلان. بس دخلنا بقى لقينا ايه اعداد كبيره من اللعيبه اللي جايين من طنطا، واللي جايين من منصوره، واللي جايين من الجيزه، والمدارس السعيديه والابراهيميه وفؤاد الاول والسخويه وبتاع. كل ده كانوا يعملوا على ان يختاروا منتخب مصر يلعب في دوره في الشام في سوريا. بس فانا جه الوقت بتاع مدرسه التجاره، احمد زايد، ايوه يا فندم، رحت قايم للراجل المشرف بتاع الكوره في الملعب، وهو واقف، كل اللعيبه بتطلع واللعيبه بتخرج واللعيبه حاجات زي كده عشان ايه بيختاروا. ف قال لي اسمك ايه؟ قلت له اسمي احمد زايد. قال لي بتلعب ايه؟ قلت له بلعب الانصار الراجل. قال لي طب العب. لعبت شويه كده، مشيت معايا كوره وبتاع، كان عادل هيكل ضدي في الفرقه الثانيه. رحت جايب فيه جول. الراجل نادالي قال لي تعالى اسمك ايه؟ قلت له اسمي احمد زايد. راح مطبطب عليا وقال لي العب يا شباب، العب استمر. اتغير عندي، جه جول ثاني كان اسمه نبيل، كان في مدرسه الفؤاد الاول. واقف جول، رحت جايب جول تاني، قال لي تعالى اطلع اقعد ما تمشيش. فقعدوني مع مجموعه من اللاعبين اللي هم تم اختيارهم.
بقت الاختيارات بقت تتم بقت تتم تتم بقت انا من ضمن التيم زي ما هم. قوم بعد كده قالوا ان الفرقه هتروح اسكندريه علشان تجيب، واحنا كنا هنسافر من اسكندريه بس كان ناقصين المجموعه بتاعت اسكندريه عشان يكملوا بقيت ايه الاختيارات. انا اخترت خلاص من الفرقه وسافرنا رحنا اسكندريه. فرحنا اسكندريه بقى مدير الكوره عمل ماتشات مع الشركات في اسكندريه هناك، فكنا بنلعب. وبعدين انا كنت بلعب انصاد رايت. طبعا جه كان فيه بقى مرشدي ورافت عطيه، دول كانوا لعيبه يعني فارين شويه وكانوا يعني خطفوا ماتشات درجه اولى يعني لعبوا فيه. فالراجل كان يعني مقتنع بينا احنا كلاعب، لان كان الفرقه كان مكونه ساعتها من واحد اسمه حسن فدكه، ده كان سوداني يعني اسمر زيي، وانا كنت بلعب من صدر رايت، وشريف الجندي اللي هو كان بيلعب في النادي الاهلي كان لعب سنتر فيرويد، وانسايد ليفت كان احمد محرم اللي هو لعب للترسانه، وكان شوقي قنصوه ابو ايمن شوقي كان لسه طبعا ما جابش ايمن. طبعا عندنا الاداريين بتوع اسكندريه قاعدين بيتفرجوا، بتوع الترماي على الاولمبي على الاتحاد السكندري. رافض ده طبعا رجعوه لعب هباك، مرشدي لعبوه خدوه احتياطي، والاداريين بقى الراجع اللي جم على المدير وقالوا له ايه الولاد الصغيرين اللي انت راح تلعب بيهم دول، في رافت عطيه وفي في في، قال لهم انا دول اللي انا اخطفوهم مصر فرود الفرقه وانا هلعبهم في الشام. سافرنا ورحنا الشام وعملنا ماتشات كويسه وكسبنا الدوره. عندي هيك بقى كان معايا جول بتاع الفرقه، راح كاتب جواب للنادي الاهلي قال لهم في لاعب اسمه احمد زايد ساكن في كذا في حدائق الاوبا وانا شايفه لعيب هايل جدا. وصلت لقيت النادي الاهلي بعد كم يوم جالي فتيحه وجالي ناس من النادي الاهلي وخدوني وراحوا ودوني ايه ارمنت. كان ساعتها كان في موسم خطف اللاعبين، كان كل 4 سنين تقريبا او 5 سنين كان بيدوا فرصه للعيبه انها تتنقل من نادي لنادي. فالوقت ده انا خدني النادي الاهلي وراح موديني ارمنت، سفرني في ارمنت، كان معايا كابتن حلمي ابو معاطي وكان معايا عادل هيكل. لا عادل هيكل كان بقى راح تركيا عند خالته في اسطنبول، وبعت الكلام ده للنادي الاهلي على اساس ان يختاروني، فخدوني وتأيدت انا في النادي الاهلي وبقيت العب في الفريق الابيض. وبعدين جه بقى النادي الاهلي في الوقت ده كان عادل هيكل جول وعبد الجليل حميده، وكان رضا عبد الحميد، فوزي جمعه، طلعت عبد الحميد، رفعت الفناجيلي، طه اسماعيل، سيد الدزوي، توتو طنطا دبابه ده توتو كان لعيب هايل، محمود الجوهري، ميمي الشربيني، ميمي عبد الحميد، وجيه مصطفى، وجرايد كان. لا
لعب أحمد زيد في مركز الجناح الأيسر، حيث كانت الأندية في ذلك الوقت تلعب بخمسة مهاجمين من خلال جناحين وثلاثة رؤوس حربة في الوسط، وهو ما كان يثمر عن كرة هجومية جميلة. أنا بيت في الفريق الأبيض بتاع النادي الأهلي. الفريق الأبيض ده كان فريق بيهيئوه اللعيبة تطلع تلعب في الفريق الأحمر. جيت بقى يعني بقيت يعني ألعب في الفريق الأبيض، وجي النادي الأهلي عمل الأضواء الكاشفة. أنا بقى كنت بجد متعتي إن أنا ألعب في الأحياء، ولا لما كنت في الزمالك كان مشوار بعيد عليا، لأن كان في الوقت ده كان الترماي بيوصل لحد الزمالك بعد الزمالك. وطبعا لما جيت رحت النادي الأهلي فالطريق قريب ليا يعني شوية، يعني كنت الماتشات كانوا يبعتوا لي عبد المنعم البقال، كنت اروح العب من غير يعني ما اكون متدرب وبتاع، لانه كنت فت يعني على طول. فروحت يوم السبت فاتمرنت، يوم الاثنين رحت اتدربت، يوم الاربعاء لقيت نفسي نازل في الفرقه اللي هم بيهيئوها لسه في اول الدوري عشان يختاروا لعيبه تلعب في وانا كنت بلعب في الفريق الابيض. كان افتتاح الموسم، وكان عامل الماتش افتتاح مع اولمبي القنال. فيوم الجمعه جيت حضرت، وبعدين يا احمد انت هتلعب وينج رايت، قلت له ماشي ما فيش مانع يعني انا هلعب وينج رايت. شويه قالوا لي جم قالوا ده مراد نديم اعتذر، ومراد نديم ده كان بيلعب وينج ليفت اعتذر، فانت احمد هتلعب وينج ليفت. قلت لهم لا ما العبش وينج ليفت، وقلعت فانيلتي وعيطت ساعتها بكيت. فجالي حسين مدكور هو كان ماسك الفرقه، هو محمد الجندي، قال لي يا احمد انت احنا شايفينك انت يعني احرف لعيب في المجموعه اللي بتلعب فيها، فشرف يعني أخليك تلعب مطرح مراد نديم، وهديك فرصة بتاع ربع ساعة، إذا لم توفق هلاعبك في المكان اللي أنت عاوزه. بس والجندي برضه قال هذا الكلام وبتاع، فرديت ونزلت الماتش. يوميا بقى حصل إن الجماهير قاعدة موجودة وأنا نازل ألعب، ماسك الكورة ما تروح منه الكورة، يجي مثلا الكورة مثلا تبقى مع الجوهري، الناس بقى في المدرجات ادي الكورة للجرع الأسمر ده، ادي الكورة للجرع الأسمر ده. كنت أنا في المراوغة هايل يعني، أمشي وأفوت ورأس من أي حد، ما كانش يعني سكتي كانت بتبقى مفتوحة على طول، لأنه كنت بتحكم في الكورة. يوميا كان براسكس جول، وكان اسمه احمد عبد الحليم كان، وكان سيرد باك كان سيد ابو جريشة. ساعتها انا كنت امسك الكره وافوت وبتاع، ودي الجواري يجيب جول، كسبنا خمسه. براسكو زي يوناني وقول هاي، طلع المستكاوي في الأهرام قال لك إن أحمد زايد ده لعيب ماهر جدا، وكأن الكرة مربوطة برجله في الفتلة وبتاع. من ساعتها بقى رحت ألعب أنا وانجلفت ولعبت في منتخب مصر. لعب بقميص النادي الأهلي لعدة سنوات من نهاية الخمسينيات وخلال حقبة الستينيات، تألق في الملاعب بفضل موهبته الفذة وقدرته على المراوغة والتسديد القوي والتسجيل من مختلف الزوايا. كرم اسكندرية ده كان يجي القاهرة ياخد
ثلاثة بونط من الأهلي. أنا زي ما قالوا الناس إن أنا كسرت الترام يعني، يوميا أنا لعبت وجبت ثلاثة أجوان في اسكندرية. أول لعب مع الترام في اسكندرية رحت هناك كسبته، وبعدين كسبناه، وكان سبب علاقتي بحسن آدم. حسن آدم كلمني وقال لي يا احمد اللي انت عملته في الترماي ده، انا جيت راكب الترام قالوا في ولد كسر الترماي النهارده، ولقيت ناس عماله تقول يا زايد في الحلاوه ويغنوا في البتاع. انت عملت ايه في البتاع؟ كان ماتش شهرني، لان كان الترماي ده كان يجي ياخد الثلاثه بنط من النادي الاهلي في القاهره وياخد منه الثلاثه بنط في، نزل الترماي درجه ثانيه. مثل أحمد زيد منتخب مصر في الكثير من المباريات، لا سيما في مواجهتي منتخب ألمانيا الاتحادية والاتحاد السوفيتي، واللتين تألق خلالهما الفهد الأسمر الأهلاوي بشكل لافت. سافرنا رحنا الاتحاد السوفيتي دورة شباب، ولعبنا ماتشات هناك، كان لعبنا مع يوغوسلافيا. جت المانيا الغربيه، كنت بلعب انجليزي وكسبنا المانيا الغربيه، كانت واخده كاس العالم سنه 54، سنه 54 وما قلنا 58 كسبنا المانيا. فما تيجي فرقه من روسيا كنا بنكسبها. وبعدين في الدوري كنت بعمل ماتشات كويسه جدا، وعندي في الصور والجرايد اللي بتكتبوا عليا موجود في الصور اللي موجوده في الالبوم عندي. مش قادر اوصفك يعني، كان دايما يتكلموا عليا، وكنت كل ماتشات مسجل، كنت بسجل اجوال يعني، كل ماتش كنت تلاقيني اسمي مسجل. أول واحد اتدربت معاه كان الحاج لبيب، وبعدين كان المدربين بقى كان تتكش ده كان مجري، وبعدين جه مدرب كان بيدرب برشلونة مع المنتخب كان مجير، كان راجل مجري مدرب اسمه مجير، زي جه مرن المنتخب. واحمد مكاوي مرنا، وفؤاد صدقي مرن، كنا لعيبه مؤدبه، وكنا ما فيش، كنا نخلص الماتش ونروح على طول. حتى قعده النادي يعني ما كناش بنقعدها، لان النادي الاهلي كان كله بشوات، معظمهم اللي موجودين فيه بشوات، كان قعدتهم ما لناش قعده احنا عشان نقعد. وكنا بناخد بعضينا نروح، اللي ورا مذاكره بيذاكر، واللي ورا اي حاجه يعني. اللعيبه الكبيره كانت تقعد صالح سليم مثلا كان في النادي، الدزوي استاذ الدزوي. كان في لعيبه في مصر كانت لعيبه هايله يعني، كان في احمد مكاوي ده كان لعيب هايل جدا. وبعدين استاذ الدزوي ده لعيب انا لعبت معاه، انا كنت بتفرج عليه وانا صغير يعني، لعبت معاه وكنت أعجب بيه، لأن كان له لمسات فريدة، كرة تبقى طايرة في الهواء واقفة على لسان الجزمة ويروح منزلها وبتاع. اللعيب هايل يعني أستاذ الدسوق. أول مرتب حصلت عليه كان 12 جنيه يعني، كسبان بتاع
ثلاث ماتشات مثلا والتمارين. لما كسبنا المانا الغربية هنا دون 50 جنيه، كانت اللعيبة ترقص، كان علي الحمودي يقول حناخد 50 جنيه، حناخد 50 جنيه. ادانا الاتحاد كل لعيب 50 جنيه. ساعتها كسبنا المانيا الغربيه، كانت واخده كاس العالم 54. كان هو التنافس بين الاهلي والزمالك، كان هما الاثنين هما اللي في الاخر بيتخانقوا مع بعض، يعني هما كانوا بيطلعوا الفرق بره. و الكاس بقى كان ده اللي بيحصل فيه الاختلاف بعض الاحيان، يطلع نادي من الاسكندريه ياخده، يطلع نادي من بورسعيد ياخده، تبقى فلتات يعني. لكن كان الزمالك والاهلي كانوا محتكرين البطولات. في ماتش كسبناهم 2-0 كان جاب جوار الجنينة، اتفرجت يعني، كنت بلعب اتفرج اتفرج على الدزو لما يجي يوقف الكوره، واتفرج على صالح سليم وهو طالع يضرب هيدز. بينما تتكهن الجماهير وتتساءل من سيكون الفائز، يجري حسين امام حكم المباراه القرعه بين رئيسي الفريق. توج احمد زيد بعدد كبير من البطولات مع النادي الاهلي، على راسها الفوز ببطوله الدوري 3 مرات ومثلها في كاس مصر. كسبنا بطولات، كان يعني النادي الاهلي الدوري ده كان معظم بتاعه يعني، خدنا بتاع 4 بطولات دوري وحوالي 2 كاس. لكن مش يعني الكاس، يمكن ما لعبتش يعني ماتشات كاس يعني. كنا بنفرح الفلوس اللي احنا قبضها والميداليات اللي احنا خدها، مكافأة اللي هتاخدها. طول زمان كنت بتبقى يعني بيلزموك انك تمسك لعيب بتاعك انت، يعني الوينج الباك بتاعه، خد بالك ازاي؟ يعني الباك رايت يمسك الوينج ليفت، الباك ليفت يمسك الوينج رايت، خد بالك؟ الهباكات يمسكوا الانسايدات. فدي كانت كرة متكتفة. دلوقتي بقول لك كرة حديثة، كرة حديثة ما تتقيدش انت بالمكان بتاعك ولا بتاع، يعني ممكن الباك رايت ده تبص ليه يطلع يبقى في بعد نص الملعب، ممكن لما يطلع تحت اللعيب ما بيبقى وينج رايت، ولو جات له الفرصة في كورنر بتاع يضرب هيز يجيب جول. كان الباك ده الوقت ما كنا يعني قبليها بنلعب زمان، كانت اللعيبه مزروعه في الارض. الباك باك شغلتك الوينج، امسك الوينج بتاعك، الباك ليفت امسك الوينج رايت، كان كده. دلوقتي لا، دلوقتي ما فيش، ما هم 5 فراوده، ما عامل لك جناح ايمن، عامل لك ساعد هجوم ايمن وساعد هجوم ايسر وسنتر فيرود. هو ساعتها كانوا بيلعبوا 5، بس كان في ايه بقى؟ كان في يقول لك سنتر فيرود متقدم وانسايدين متاخرين، وكان يقول لك انسايدين متقدمين وسنتر فيرود متاخر. هي كانت كره هجوميه ودفاعيه في نفس الوقت، بس كان كل واحد له المان بتاعه بيمسكه. دلوقتي ما فيش الحاجات دي. انا كنت بعد سواء في الماتشات، يعني لو الاهلي كسبان 5 كنت جاب 3، ماتش الاهلي ما جابش جوال كنت انا جاب 1-0. كنت هداف في نفس الوقت يعني، كنت لعيب هداف بلعب يعني. اما الجول بتاعت الطرمان هنا نزلت الطرمان وركضاني 6 بنط بتوعه، وما ساعتها كانوا 2 بنط، كان 2 بنط وواحد بنط، ما كانش فيه 3، التلاتة دي حديثة. أنا وصلت في سكة الحديد، مش سكة حديد، واللي عورني لعيب اسمه محمد العفي، هو كان بيلعب في سكة الحديد.
أنا لما أصبت في مجلس السكر الحديدة كلموا عبود باشا على أساس إني النادي الأهلي سفرني. طبعا كان التكاليف جامدة وقتها، يعني ما كان يعني الجنيه له قيمة وقتها. ف صالح سليم متخانق مع عبود باشا، عشان اتخانق خناقة جامدة مع عبود باشا، لأن صالح كان جريء جدا. وبعدين جالي أمين شهير قال لي وشرفي سفرك أوروبا يا أحمد تتعب. المهم صالح أقنع عبود باشا، فعبود باشا اتصل برئيس مجلس إدارة بنك مصر وقتها. أنا قاعد في المكتب، بصيت الساعة بتاع رئيس مجلس الإدارة جاي لي بنداني، زملاتي هناك في الأهل عارفين ده الساعة بتاع أحمد بيه فؤاد، وكان عندنا مدير كان خواف شوية يعني. فلما بيقولوا احنا احمد زاد يطلع يكلم احمد بيه فوق، الراجل قام من الكرسي قال ايه في 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 في، قالوا لي احمد بيه عاوزك. كانت ساعتها بقى طلعت هنا لاحمد بيه رئيس مجلس اداره بنك مصر، اول ما طلعت له قال لي ايه احمد بيه، انا استغربت يعني. هو كان السكرتير بتاعه كان عادل الشواربي، وعادل الشواربي ده كان رياضي، وطبعا عادل الشواربي يعني وصل سمعته يعني ويعني وصل الفيلم للرئيس مجلس الإدارة. فلقيت رئيس مجلس الإدارة بيكلمني كأني واحد صاحبه بالظبط، قال لي يا أحمد في إيه أنت؟ في إيه؟ قلت له يا فندم أنا أصبت في ركبتي، وساعتها جواري كان ضابط جيش، المشير قرر يوميا ان يسافر النمسا يعمل عمليه. صالح سليم اتخانق مع عبود باشا عشان، فعبود باشا اتصل باحمد فؤاد وقال له ان في لعيب عندنا بيصيب وبتاع. فلقيت احمد بيه بيقول لي ده لسه عبود باشا يكلمني دلوقتي وبيقول ان انت اصبت. لما اصبت كان رئيس مجلس الوزراء ده كان راجل شهمي يعني، قال لي لما أصبت ما قلتليش ليه، ما قلتليش ليه؟ قلت له يا فندم أنا ما أصبتش في، أنا أصبت في النادي الأهلي. قال له النادي الأهلي بيلف دلوقتي لسه عبود باشا أنا قافل معاه بيكلمني على إني سفرك إنجلترا تعمل عملية. هو كان في مدرب إنجليزي كان اسمه ماك برايد، كان بيدرب النادي الأهلي ساعتها، وكان بقى الكلام أخذ والرد وبتاع. فكانوا سألوا المدرب ده، فهو بعت في انجلترا هناك على اساس ان اللاعب يتعالج، فجايب كل التفاصيل ان نسافر العمليه كذا والمصاريف كذا والدفع كذا وحاجه زي كذا. فقال لي احمد بيه فؤاد قال لي كان عبود باشا لف جه وجه بيطلب البنك انك تسافر، قال انا موافق على انك تروح تسافر انجلترا وانزل قلم الكامب تحت يعمل لك كل الاجراءات اللي انت عايزها. ساعتها كان الجرايد كانت بتكتب عليا الموضوع ده، كان شغل الراي العام يعني، كان الجرايد بتكتب وقتها يعني، بس يعني ما كانش فيها الا غير الراديو يعني، وقتها ما كانش فيه تلفزيون ولا فيه حاجات من الاخبار. اليوم طلبوني فرحت الأخبار اليوم، راحوا مديني تذكرتين لإنجلترا. قال لي مصطفى أمين ساعتها، مصطفى بي أمين، قال لي أنا كلمت زغلول السيد هناك هيكون في مرافقتك في لندن. قلت له متشكرين يا باشا، خدت منه التذاكر ركبت الطيارة ودتني لندن. رحت لقيت زغلول السيد مراسل الأخبار اليوم ده مستنيني، خلصت الإجراءات راح واخدني راح موديني لوكاندا راح منزلني فيه وقال لي أنا تحت أمرك في أي وقت. عملوني العملية بعد 3 أيام قالوا لي اخرج امشي، يعني خلاص كده علاجك تمام. بس بقيت أمشي على الرجالية وأروح أتفرج على ماتشات الكورة هناك لحد ما جالي عبد الحليم حافظ لقيته بيسأل عليا، راح واخدني بالحضن. ولقيت حسين مدكور كمان كان جاي من
من فرنسا وقتها، قعدت تغدينا سوا وبتاع، وبعدين قعدت أسبوع مع عبد الحليم مع بعضينا نطلع، كان هو له اسطوانات في هز مصر، فبعده سافر وقال لي نتقابل في مصر، وتقابلنا كذا مرة في مصر. كان جت فترة الستينات وكان النادي الأهلي جاب بروتشيتش، وبعدين أنا كنت بلعب بقى، وبعدين يعني لعبت سنتين كده وما قدرتش بقى بعد كده، بطلت، لأن الكورة ما كانش بتدي حاجة وقتها يعني، كمان عشان تاخدها كمهنة يعني ليك يعني، فاعتزلت بقى. أنا كنت شغال في بنك، ابتديت آخد بقى السلم بتاعي في البنك لحد ما خرجت مدير إدارة، فما كنتش يعني في احتياج لعملية الكورة دي إن أبقى إداري أو بتاع، كان هيبقى الواحد يرجع لأولاده آخر الليل يعني، البنك هو اللي قفل على الطريق. لعبت مع شابو كونسوفا، ده كان بيلعب في السكة الحديد، وكلهم كان معظمهم في المدارس يعني، كنا بنتقابل مع بعضينا كتير. لا ما كانش في حد معايا مثلا في المنطقة بتاعته، ما فيش إلا غير الجوهري اللي هو كان ساكن في مصر الجديدة وأنا قريب منه في حدائق الأوبرا. ده حبيبي محمود وإحنا صغيرين، كنا بنلعب بس في مصر الجديدة، كان جنبي حدائق الأوبرا وقبر الأوبرا، فكنا دايما نلعب مع بعض. محمود الجوهري اللاعب الوحيد اللي إداني حقي. كفاية هو بيلعب يعني هو بيلعب معايا، وقال لك ده كان، قال لك ده كان نجم النجوم. ولو تقرا الجوهري الفرقه اللي انا كنت بلعب فيها، جود اتكلم عليا انا بس، كنت حريف وكنت احرف في اللعيبه دي كلها، لان انا نقلوني من وينج رايت، وكنت بلعب من سايد رايت عشان يلعبوني وينج ليفت، ولعبت منتخب مصر وينج ليفت، وكان رجليا الاثنين الشمال واليمين زي بعضي. الواد معايا صالح، واللي هاجم عبود باشا صالح. صالح كان حبيبي، كان يحبني وانا احبه، يعني يسيبني كان يلعب وقت ما كنا تعبان، لكن صالح كان يحبني ان انا العب في الماتش، ويعني ما خسرناش ماتشات وانا بلعب. انا بلعب ما خسرناش ماتشات. هو اللي دخل فيه عبود باشا، وكان في حد يقدر يتكلم مع عبود باشا؟ مش في حد كان يقدر يتكلم مع عبود باشا. اتخانق معاه صالح سليم، اتخانق معاه عشان وهم قد سليم كلهم كانوا يحبوني، كانوا يحبني طارق، وكانوا يحبني عبد الرؤوف، عبد الرؤوف كانوا يحبني قوي كمان. انا كنت بكسبهم في يعني مره في طنطا بنلعب والفرقه درون ومش عارفين نعمل حاجه، اجيب الجول في اخر ثانيه، بص العناتير دي كنت عيل صغير. عادي الهيكل هو اللي كتب للنادي الاهلي وقال لهم انا كل ما كان يشوفني وهو يقعد في النادي الاهلي يقول لك انا اللي جبت احمد زين. كل ما كان يقابلني عادي هيكل يقول له انا اللي جبت احمد زين للنادي الاهلي. حبيبي عادي حارس مرمى عايز يعني هو ما تخشش فيه جول امانته، يعني الكرة اللي تخش جول هي لازم تبقى جول. هو عبد الجليل كان جونين هايلين، النادي الاهلي كله جواله كويسه ما بيجيبش جوال سكه. طه الطوخي حبيبي طه، عرفت بيه من زمان لما كان يضربني وهو في الزمالك، كان ينزل فينا ضرب. حبيبي طه ده هو كان في الزمالك، كان بيلعب ورا سيرجي باك او هباك، وانا كنت في الاهلي وكان يضربنا.
احنا ما شفناش مختار التيتشر راجل كبير يعني طب. هو قالوا لنا ان هو كان لعيب فاز ولذلك الجوهري كان كده فسموه ان هو زي مختار التيتشر نسمع عنه كلام اسطوره يعني يقول لك كان لعيب هايل وانا ما شفتوش هو بيلعب ومختار بيه كان كل واحد كان كل اللعيبه تخاف منه تحترمه جدا كان راجل شديد جدا ده لو هو جاي كده انا اروح امشي من الناحيه الثانيه هنا ما قابلوش كان في رهبه كده واحترام رفعت فنجيلي ده كان مكار ده كان بيخليني اجيب جوال من انا خليته جاب جول من كورنا وقف هو تحت خط السنتر هو كان شعوط جامد قوي رجعت له كورنا لورا شاطها كل اللعيبه وطت كل راسها والكره دخلت جول في عبد الستار كان رجله تقيل قوي رفعت فنجيلي كان لعيبه هايل أحسن إنسان لفت يعني كان هداف هايل توتو ده كان لعيب هايل توتو صلى على النبي كان فيش يجيب جوال توتو كان ما شاء الله كان زي الطور كده يجري بس كان شديد بروس صديق حميم جدا وما زلت على اتصال بيه تقريبا بنتصل ببعض وحبيبي انا احبه هو احبه رجل عسكري صارم خد من عنده زاوية ثابت جول هايل هو مش انه جول ثابت احبه وثابت كنقول احبه احسن من شويه بكتير مصطفى عبده يشوط من بعيد حلوه يا سلام مصطفى عبده لعب مجري صحيح لعب يجري على اللاين كويس ومباراته جميله محمود الخطيب لعيب هاي لعيب فج بيعيد صالح سليم اللعيب يعرف اللعيب اللي زيه ويجيبه كرم احبه يعني جه وضع بتاع ولا كان عرفني ولا انا اعرفه وانا كنت اعرفه وانا بشوفه في الملعب لكن ما كانش في علاقه بينه وبينه لكن يعني لما كرمنا انا قدرته يعني هو التكريم لينا ولي لما يبطل كمان تاني يعني هو عمل قاعدة يشكر عليه أنا عجبني مرتدة تصوير هي روح النادي الأهلي صحيح يعني النادي الأهلي بيلعبوا لآخر وقت ما فيش لحد ما استفرت النهاية تصفر فتلاقي معظم اهدافه بتيجي في الوقت الضايع. لان اصلا كان من جريبته كنت راقص كويس قوي. يعني انا كنت افوت كويس قوي. دي كانت مهارتي. خد بالك ازاي؟ يعني العب هيدز كاي حاجه. واخد بالك ازاي؟ لكن الترقيص ده كان مهنتي. ولذلك كان كل الباكات انزل ينزلوا معايا تحت كنت بفوق كويس ما كان
كان حاجة يعني ما من عند ربنا كده. تمشي الرأس كده. تعلمنا في النادي الأهلي كل حاجة كويسة. تعلمنا النظام وتعلمنا الأدب، احترام الناس، عدم التعالي. روح الفدانة الحمراء إن النادي الأهلي بيلعب لآخر دقيقة. فلنا دي رمز يعني الناس قالوها كده.